لا ماشي مشكلة، أنت داخل الديكور. الاشكال اللي وقع لنا هو انه سمعنا بانه المكتب ديال البرلمان السماء شاف المكتب خرج واحد القرار تم النشر ديالو قبل العدد ديال الصحف من هاي نضربك الزوم ديال الاخر نضربك البرلمان مع ذاك القرار الطارئ ديال جواز التوقيع انه النواب حيد من الباب 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 حيد كل شيء من الباب صافي يلا الله يعاونك يلا السلام عليكم صافي يا شريف صافي راه ماشي عندك القاعه طلع القاعه صافي يلا الله يرحم الوالدين وصافي ما تبسل هاد الساله هادي صافي سير طلعوا القاعه